هيب صباح الخير لكل مشاهدي تونس الرقمية. احنا توا في نهج خالد الدين باشا المعروف بسوق باب زناز. كما تشوفوا لحد الان يعني نجاح الاضراب، اغلب المحلات مغلقة. نفكروا كل من نلتحق بنا انه الاضراب هذا عام في ولاية باجة، تعاتلوا تنسيقية المنظمات الوطنية. نعود نفكر كل متابعينا في المباشر، اضراب عام جهوي في مدينة باجة، تعاتلوا تنسيقية المنظمات الوطنية للمطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل والنهوض بالوضع الصحي. لنا عودة في متابعة لاحقة. Thank you.